السلام عليكم يا الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. في الحلقه ديال اليوم غدير معاكم واحد الوصفه اللي كتصلح للتليين والترطيب وتغذيه الشعر الجاف. فبالنسبه للمكونات كيف ما كتشوفوا معايا سهله وبسيطه، غنحتاج لافوكا وغنحتاج جيل ديال زريعه الكتان. انا ديجا راني كنت صايبتو معاكم، وغنخلي لكم الرابط في صندوق ديال الوصف ديال الطريقه ديال التحضير ديالو، فهي سهله وبسيطه. ومعايا كذلك عنصر اخر اللي مهم في هذه الوصفه، هو زيت ديال الزيتون. بالنسبه للبنات اللي كيجيبوا معاهم زيت ديال الزيتون من المغرب، يردوا بالهم ما يكونش فيه الملحه، لانه الملحه كتقصف وكتشقق الزغبه ديال الشعر، فيكون زيت الزيتون حره بدون ملح. بالنسبه للبنات الطريقه ديال التحضير فهي سهله وبسيطه. غناخذ نصف افوكا، والكميه كتبقى على حسب الكثافه والطول ديال الشعر. انا ما غنستعملوش في الشعر ديالي كامل، غنستعملو غير من نص الشعر الاطراف، لحقاش هما اللي عندي جافين، ما غنديرهاش في الجلده ديال الشعر لان عندي ميدمة. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر ميدم، فهاد الوصفه يستعملوها الشعر ديالهم كامل من الجذور حتى الاطراف. فوضعت لافوكا ديالي هنايا، غنزيد عليها زيت الزيتون، ودابا غنزيد الجيل ديال زريعه الكتان او سميه سدالينو. غنضيف نصف الكميه اللي عندي هنايا، فانا غنوريكم القياس بالمعلقه، معلقه كبيره. وي راه كيلصق واحد شويه، جوج، مهم تقريبا هنا وضعت 3 ديال المعالق كبار ديال جيل ديال زريعه الكتان وصافي. طريقه سهله، هنايا في الخلاط او في الماكينه غنطحن كل شيء مزيان ونعاودو نطلعها. فكيف ما كتشوفوا معايا البنات، هو الخليط ديالي راه واجد، وهذه هي لا تيكستورا او القوام اللي كنحصلوا عليه. انا كنصحكم انكم طحنوها في الماكينه احسن، لحقاش الا خلطناها غير بيدينا صعيب داك الجيل باش ينسجم لنا مع العناصر الاخرين. وحتى الافوكاد تطحن مزيان، لانه الا معسناها غير بالفرشيطه من كنغسلوا الشعر ديالنا كيبقاو لينا لاصقين طروفه ديال الافوكا. فانا من الاحسن بالنسبه ليا انكم طحنوها في الماكينه. دابا انايا داك الشويه اللي خليت من الجيل ديال زريعه الكتان او سميه سدالينو غنديرو في الجدر ديال الزغبه ديالي، لحقاش كيف ما قلت لكم انا عندي دهنيه، دونك ما غنديرش الخليط ديال لافوكا لحقاش غيزيد يزيد لي الشعر ديالي، وبالتالي غيطيح لي الشعر ديالي، وانا باغا نعالج الشعر ماشي نزيد نخرج عليه. فبالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم في حالي وعندهم دهني من الجلده، يديروا زريعه الكتان، لحقاش راه كتعطي واحد الكثافه وواحد اللمعه للشعر، وفي نفس الوقت كتحد من التساقط ديالو. فبعد ما شققت شعري مزيان دابا غندوزو الاطراف. انا شعري ديجا ماشطه قبل، من احسن نسرحوه ونمشطوه قبل باش ما يتخبش لنا. دابا غناخد الخليط ديالي ديال لافوكا وغنبدا نسرحو من نصف الشعر ديالي حتى الاطراف، وغنبقى نقوم بمساج من نصف ديال الشعر ديالي لتحت، ونحاول اني ما نجبدش الشعر ديالي، غير بشويه نغلغل داك الماسك من الفوق حتى الاطراف. ما ننساش لي بوينت البنات، لانهم هما اللي كيكونوا متضرين بزاف، فنوصلوا الماسك ديالنا حتى الاخر ديال الشعر ونغلغلوه، ما نخليوه حتى شي زغبه ناشفه، ندهنوه مزيان في الزغبات ديالنا كاملين. ولا كان الشعر ديالنا صعيب اننا نفكوه او دغيا كيتخبل لينا، نقسموه على اجزاء ونبقاو بشويه بشويه حتى ندخلوا داك الماسك فيه. وصافي البنات، انا دهنت الخليط ديالي كامل في الشعر ديالي، دهنته مزيان. كاين البنات اللي في هاد المرحله من تيديروا شي ماسك في الشعر ديالهم كيمشطوه، كيقولوا حقا راه غيزيد يدخل لينا الماسك اكثر للشعر. هذه طريقه غير سليمه وغير صحيه للشعر، لانه الا كان الشعر عندنا فازق او فيه شي حاجه ومشطناه فكيزيد يتقصف وكيزيد يتشنتف لينا الشعر. ما كنصحكمش فقط لويوه وشدوه بشي قراصه او بشي حاجه باش ما يطيحش لكم على العنق ديالكم ويديرونجيكم. صافي بهذه الطريقه هذه، ولا باقى شي حاجه يعني من الماسك زيدوا ديروها في شي بلاصه لبنت لكم ناشفه وصافي.
دائما البنات انا مين كندير شي ماسك في الشعر ديالي يعني دائما كنلويه ببابي سولفيغيزي او فيلم اليمونتير، كنحاول اني نلويه مزيان ونلصقو على الشعر ديالي كيف ما كتشوفوا في الفيديو باش يسخن ليا الشعر ديالي او الجلده ديال الشعر ديالي مزيان، ويتفتحوا ليا المسام او البويصله ديال الشعر، ويشربوا ليا دوك العناصر اللي كتكون في المكونات اللي صايبنا بهم الماسك. ومن فوق هاد فيلم اليمونتير كندير يا اما فوطة، او فحال مثلا انا اليوم استعملت خرقة ديال حياتي اللي كنت حاطها على سخان، سخنتها واحد شوية عاد درتها فوق الشعر ديالي. بطبيعة الحال ماشي ضروري، انا سخنتها لحقاش الماسك ما غنخليش بزاف في الشعر ديالي، دونك باش تساعد ان دوك المكونات يتمصوا ليا من طرف الشعر ديالي. صافي كنلوي الشعر ديالي بهذه الطريقة، وغنخليه ان شاء الله لمدة 30 دقيقة. البنات اللي شعرهم ناشف تقدروا تخليوه وقت اطول. وبعد ما غسلت الشعر ديالي البنات جيت نوريكم النتيجة النهائية. فهاد الوصفة كتعطي الشعر واحد البولو من داك الجيل ديال زريعة الكتان، انا بعدا كيعجبني دائما كنديرو هنا في الجدر لحقاش كيعطيني انا بما انه الشعر ديالي دهني من هنا، فدائما يعني كيكون عندي الشعر هواد. المشكل اللي كيكون عندي انه ما فيش البولومين بزاف، فهاد الوصفه كتعطيه بولومين وكيجي كيبري بولومين، زعما كتعطيه واحد الكثافه وكيجي كيبري بزاف، كذلك كيعطي ليونه والبريول يعني الشعر ديالنا كيجي كيبري بزاف 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 بزاف، وكيبان عنده واحد الاسبيكتو صحي بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، تقدروا ديروها جوج حتى ثلاثه ديال المرات في الاسبوع بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم ناشف بزاف بزاف، وديروها من الجذور حتى الاطراف. انا درتها فقط في الجذور لان انا درتها فقط في الاطراف لان الجذره ديالي الجذور ديال الشعر ديالي دهنيين، فعلى داكشي درت غير الجيل ديال زريعه الكتان. كيف ما قلت لكم انا الشعر ديالي راه ما درت ليه لا بلانشا لا سيشوار لا حتى شي حاجه، خليته ينشف طبيعيا باش نوريه لكم. الحاجه الوحيده اللي درت هو هذا السيروم هذا ديال جليس، فدرت جوج ديال الرشيشات في الكف ديال لي ديالي ودرته فقط غير من هنا هاد الاطراف هنا لتحت لتحت، ما وصلتوش للفوق رغم انه هو صراحه ما تزيد الشعر، ولكن انا كنديرو غير من النص ديال الشعر لتحت. وصافي البنات هذه هي النتيجه النهائيه، فالوصفه زوينه بزاف كتخلي الشعر هواد. كنتمنى انكم تجربوها، فهي مغذيه بزاف للشعر، فيها لافوكا فيها زريعه الكتان فيها زيت الزيتون، فاستعمال عن استعمال غتحسوا بان الزغبه ديال الشعر ديالكم كتقوى ما كتبقاش رهيفه، والزغبه كيتحسن المنظر ديالها. والشعر الا كان عندكم مشكل ديال تساقط الشعر مع الاستمراريه ديال استعمال هذه الوصفه كتحسوا بان الشعر ما بقاش كيتساقط بزاف. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ما تبخلوش عليا بلا لايك وبكومنتاريز ديالكم، وإلا كنتو أول مرة تشوفوا الفيديو ديالي ويعجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.